مساء الخير واهلا بكل مشاهدي قناه المحور في كل مكان. النهارده يوم جديد وحلقه جديده وقعده جديده من قعداتنا فهو هنا. ان شاء الله فقراتنا النهارده تعجب كل حضراتكم رجاله وستات. قبل ما نقول معانا النهارده خليني اسلم على نرمين ومي. ازيك يا مي؟ ازيك يا مرمون؟ عامله ايه؟ مساء الخير على كل مشاهدي قناه المحور. يوم جديد وحلقه جديده. وقبل ما ادخل في اي تفاصيل خلوني اسلم على نرمين. ازيك يا نرمين؟ يا ميو يا عامله ايه؟ مرموره حبيبتي الورده عامله شغل. ايوه انا كمان خلوني اسلم على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من ايامنا من هو هن على شاشه قناه المحور. النهارده حلقه كده سبايسي شويه وكلها غيره صح؟ حلقة توكسيك النهارده يعني ندخل من الباب على طول. اغلب حلقاتنا بقت توكسيك يا جماعه. شويه طلاق شويه غيره. صح. يعني احنا دلوقتي بنتكلم فعلا زي ما نرمين قالت ان حلقتنا فعلا هتبقى سبايسي شويه. احنا بدايه كده بنتكلم عن الغيره. يمكن من احلى المشاعر في الحب هي الغيره، بس الغيره اللي هي بتبقى معتدله، ان كل راجل وكل ست يتقبلوا الغيره دي للطرف الاخر. في ناس كتير للاسف ما بتبقاش عارفه تتحكم في الغيره بتاعتها، وللاسف الغيره دي بتتحكم بعد كده بتبقى جحيم. يعني ما بين زي ما بيقولوا الغيره والشك بتبقى شعره، لو انت ما تحكمتش فيها صح العلاقه دي باظت. بعد لما بيتحول لشك خلاص العلاقه دي لا يمكن ان هي تكمل. العلاقه بتبوظ تماما. تماما. على فكره سواء من الطرفين، سواء الراجل هو اللي بيغير على مراته جدا وتحول لشك، او العكس ان الست غيوره جدا 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 وبيتحول لشك. دايما اقول حاجه ان الشام بيزيد عن حده بيتقلب ضده. فما ينفعش ان احنا خلينا نغير على فكره، يعني خلينا عادي، دي مشاعر طبيعيه عندنا كلنا على فكره. واللي يقول لك اصل انا ما بغيرش، لا 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 مفيش الكلام ده. يقول لك اصل انا واثق من نفسي، او تقول لك انا واثقه من نفسي، حلو، بس اكيد لو انت حبيتي لا هيبقى في حبه غيره. انا بتكلم على الازواج مثلا، لو اتنين مرتبطين لا هي ممكن لو هي بتحبه قوي او هو بيحبه قوي لا هيبقى في غيره. حتى في الشغل في غيره، يعني غيره مشروعه عادي، ان انا ممكن اغير من زميله ليا او زميل ليا عمل حلقه حلوه، ايه ده الله نفسي كنت انا ابقى، دي غيره مشروعه. لكن الحاجه لما بتزيد عن حدها زي ما بنقول غيره شريفه زي ما بيقولوا. بالظبط. ولا انت قلتي نقطه مهمه قوي، ان على قد ما الغيره بتبقى حلوه حتى في العلاقه، خلينا نقول برده ونعترف ان الغيره البسيطه بتبقى حلوه في العلاقه، بتحسي باهتمام من الشريك. لكن لما بتبقى زياده، يعني لو العلاقه ما فشلتش فهي هتبقى مليانه توتر ومش هتعرفوا تتصرفوا مع بعض، وهيبقى فيه شك وتوتر. دي اساسا خلاص هتخلص يعني. بس انا بشوف دلوقتي ما بقاش فيه الغيره اللي احنا بنشوفها في الافلام زي بتاعه زمان، الغيره البسيطه ما تلبسيش ده بقت قلعا. لا 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 هو في لا دلوقتي بقينا نشوف حاجات في مستوى اعلى من الغيره، نلاقي بقى بقينا مراقبات وفي اجهزه تصنف وفي حاجات. والله العظيم ده من الست، ممكن من الست، بس في يعني في رجاله برضو ستات. لا في رجاله بتعمل كده على فكره. طبعا في رجاله جي بي اس في العربيه، هتلاقي ان هي مش مبينه الغيره. تقول لك انت ما بتغيرش ليه؟ لان هو مطمن من الحته مطمن ما بيراقب يعني. والست بتعمل كده دلوقتي بقى نشوف حاجات والله العظيم صعبه قوي. يقول لك اصل انا بخاف عليها، اصل انا لا بس انا بستغرب قوي من الناس اللي زي دي. غيره مرضيه، دي غيره اوفر. دي مش حاجه. بس انا بشوف ان دي بتبقى معظم العلاقات دلوقتي، بشوفها كتير قوي، بشوفها يعني باينه قوي. لكن الغيره الجميله اللي فعلا كلنا بنحب ان احنا نشوفها هي الغيره المتوسطه، اللي هي ما تسببش اذى للطرف الاخر. بس انا عايزه اقول لك ان انا بقيت احس ان الغيره دي بقت اقل من الاول، وخصوصا من الرجاله. ممكن عشان الانفتاح اللي احنا بقينا فيه، وخلاص الست دلوقتي بتنزل. لا بس والله ما بشوف رجاله بتخنق الست اللي أكيد ده بتبقى اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده، يعني مش كده يا جماعه. طبعاً. لا يعني اللي هو اديني فرصتي، وخصوصا بقى لو واحده مثلا زي حالتنا شغاله مثلا في يعني في مجال المجال او اي مجال على فكره، لو شغاله في بنك شغاله في شركه، ما طبيعي عندها زمايل وعندها علاقات، فطبيعي ان هي هيبقى يعني ليها علاقات بزمايلها. طبعا هي ليها ان هي تعمل برضو حدود، انه ما يتكلمش مثلا زميلها لو راجل او حاجه، ما يتكلمش في وقت متاخر، يراعي ان هي ست مرتبطه او هي كمان ست متجوزه. النهارده في حلقتنا خلينا نقول لحضراتكم ان احنا هنتناقش في الموضوع ده، لان الغيره اكيد ليها اسباب. ممكن على فكره واحد يبقى ليه في باد هيستوري او في تجارب سابقه سيئه، ان هو ايه خايف ان الطرف الاخر يمشي فبيغير وبيحوط عليه. بالعكس انت او انت لما بتعملوا كده وتخنقوا الطرف ده هيمشي. طبعا. هيجري اجري يا مجدي، يعني مش هيقعد في العلاقه دي حتى لو هي بتحبك وبتموت فيك. بس الخنقه وحشه جدا جدا الصراحه. يعني عشان كده هيكون عندنا فقره مهمه جدا، اتكات التعامل بين الازواج وزملاء العمل. اعتقد دي فقره مهمه جدا هتكون معانا فيها شيماء البهيه خبيره علم الاعصاب السلوكي والاتكات، هتقول لنا ازاي نتعامل مع زملاء العمل. اعتقد ده موضوع مهم جدا، لان كتير قوي مثلا بتحسي باهتمام زياده من زميل عمل ومش عارفه تحطي حدود ومش قادره تخسريه، فازاي تتعاملي في الموقف ده؟ بيبقى موقف او حاسه ان زوجك برده بيغير زياده ومش قادره تفهميه او
عارفه تفهمي الوضع. انا بشتغل وانا وانت تبقى واثق فيا وانا بحط حدودي. ده اللي انا كنت بقوله دلوقتي، انه يا جماعه ان في الشغل الرجاله يحترموا السيدات المتزوجات او حتى مخطوبين او مرتبطين، لان ما اعتقدش ان حضرتك ترضى ان وانت قاعد مثلا بالليل الساعه 12 تليفون مراتك يرن فتلاقي واحد زميلها مثلا في الشغل او واحد صديق ليها. فاعتقد ان الفقره دي هتبقى كويسه، انه ازاي نراعي بعض حتى في العمل. هنبقى برضه كمان 100% من مشاكل الغيره بتيجي من زملاء العمل. انتوا طبعا عارفين الموضوع ده اكيد. انا مش متجوزه ولا انا برضه هيبقى معانا فقره مهمه جدا، ازاي نتعامل مع الشريك لما يكون في غيره، ازاي الغيره دي ما تتحولش لشك، ازاي نحافظ على العلاقات، وازاي الغيره ما تدمرش العلاقه دي، لان دي طبعا حاجه مهمه جدا. اعتقد الفقره برضو دي هتبقى معايا استشاري نفسي فيها، هنتكلم ازاي وايه اسباب الغيره. انتوا عارفين ان من الاسباب الغيره الرئيسيه، يعني في حاجات طبعا بتبقى حاجه مشروعه زي ما انت قلتي وحاجه عاديه، بس اسبابها ممكن تكون نشاه الطفوله مش سليمه او عدم الثقه بالنفس، هي اللي بتخلي دايما الشخص يغير بطريقه زياده. فده طبعا يعني انا شايفه ان الفقرات اللي معاك هتبقى لطيفه جدا، وانا الفقره اللي معايا زي ما بنقول العقل السليم في الايه، في الجسم السليم. سيبكوا من الغيرة والكلام التقيل ده، احنا هنرجع بقى في الاخر خالص بعد ما يخلصوا بقى مروة ومي مع ضيوفهم، هنروح للمطبخ وهنعمل بقى النهاردة. يعني هيكون معنا دكتورة اخصائية تغذية، هنتكلم او هتورينا بقى وصفة لطيفة جدا جدا جدا، بدل بقى الدايت. احنا واخدين فكرة عن الدايت اللي هو المسلوق والخضار السوتي، لا 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 خالص، ارموا بقى الكلام ده وسيبكم الكلام ده، تابعونا في فقرة المطبخ ان شاء الله، ويعني ان شاء الله تعجب حضراتكم. نطلع فاصل، هناكل اكل حلو. لا اهم حاجه ناكل اكل حلو. انا جعانه. طيب هنروح لفاصل صغير وبعد كده نرجع نبدا اولى فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. الحقيقة من أحلى المشاعر في الحب هي الغيرة، بس أنا غيرة بقى الغيرة اللي بتبقى محدودة أو ليها حدود، ما تتحولش يعني لشك أو متخنقش الطرف الآخر اللي قدامك. هل ممكن الغيرة الزيادة دي تأثر على العلاقات ولا لأ؟ ممكن تبوظ علاقة ولا لأ؟ هل الغيرة أصلا شعور طبيعي أو ممكن يتحول بعد كده المشكلة لو زاد عن حده شكل كبير أوي؟ هنتكلم فيها النهاردة، أو أسباب كتير للغيرة هنتكلم فيها، وإزاي العلاقات بتتأثر بده مع ضيفي اللي منورنا. ضيفي النهاردة دكتور فادي صفوت، أخصائي الطب النفسي ومدرب أكل. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ زي فل. الغيرة مبوظة العلاقات كلها. خلينا نبدأ كده ونقول ايه اسباب الغيره، او ايه اللي بيخلي الشخص يغير؟ اوكي، عايز الحقيقه ولا الحقيقه على طول؟ المشكله يعني هي في اسباب كتيره مختلفه في الغيره، بس في اغلبيه الاسباب تبقى اسباب داخليه نفسية. من جوايا انا يعني فكره كتير ما بتبقاش مشكله في الطرف الاخر، مشكله في جوايا انا، في ثقتي في نفسي، شايف نفسي ازاي، هل انا يعني شايف نفسي كفايه، هل شايف نفسي قليل شويه، فساعات بغير عشان احس ان ما اقدرش، مش قادر اعمل نفسي لحد تاني مثلا، او شكه في الطرف التاني ولا قليل، ده نتيجه ثقه، يعني انا شايف ان انا مش مستاهلش اتحب كفايه ان هو يقعد معايا، لازم لو شاف اي فرصه تانيه هيهرب ويسيبني، وده بتبقى مشكله ثقه في النفس اكتر يعني. طيب قلت لي مشكله ثقه بالنفس، ويمكن مشاكل الثقه بالنفس كلها بتبقى ناتجه عن التربيه او النشاه او من الصغر، اكيد في حاجات اتاثرنا بيها نتجت عنها ان احنا ما بقيناش عندنا الثقه بنفسنا او بنغير زياده. هل ده صح؟ صح. يعني في مجتمعات مختلفه، بس حسب المجتمع اللي حضرتك جاي منه وكده هوت، بس في ناس بتقول لك ايه، انت ما ينفعش تسيبي مثلا جوزك يقعد مع حد او يتكلم مع حد، ازاي سامحة نفسك كده؟ نفس الكلام بالنسبه للرجاله برضه، ما تخليش مراتك حتى ترد على التليفون لحد، ما تفتحش الباب مش عارف ايه، ده موروثات ثقافيه عندنا. وبالتالي لو ما عملتش كده انت ما بتحبنيش، احنا ربطناها لو ما عملتش حاجه زي كده انت ما فيش حب، او كده انت فيش ثقه او حاجه زي كده. فاحنا بنحمل الموروث الثقافي بتاعنا اكتر من حجمه، وبنكبره ويبقى قاعده كبيره جدا احنا كلنا محبوزين جواها. الدنيا اسهل من كده. خلينا برضو نقول ان احنا كمصريين ما بيعجبناش العجب، يعني اللي بيغير مش عاجب، واللي ما بيغيرش مش عاجب، واللي بتغير مش عاجب، واللي ما بتغيرش مش عاجب. امتى الغيره هنا تبقى في العلاقه صحيه، يعني الغيره تبقى مقبوله وتبقى العلاقه هنا صحيه؟ هل ليها حدود؟ طبعا. هل ليها مواصفات معينه؟ هل مثلا الست لازم تغير بقدر معين؟ وازاي انا كست، وازاي كمان الراجل النهارده يوقف شعور بالغيره، او يبقى الغيره اللي بنقول عليها ليها حدود؟ صح كده. طيب عايزين نقول بس نقطه، يعني مش كل غيره غلط طبعا،
بعض المغير عامله زي بهارات كده بتضيف كده يعني ايه طعم كده يعني للعلاقه، زياده عن حدها بتتقلب ضدها، مشكله خالص تعمل ضغط بقى. لكن بعض الغيره المقبوله ظريفه كده اهوت بتعبر عن امتنان او بتوصل انا مهتمه بيك، مهتمه بالطرف ده، انت مهم في حياتي، انا واثقه فيك وكل حاجه، بس ايه يعني ايه بنكشك كل فتره كده عشان يبقى فيه كده مشاعر متاججه ما بيننا وبين بعض. فده مقبول جدا، ده حلو جدا، ومن غيره علاقات بتبقى فاهمه فاتره طبعا. لو موضوع حصل هو ايه يعني كل واحد يعمل انت عايزه وانا اعمل انا عايزه، دي مش علاقه، انا بشوف ان دي مش علاقه ده كده فاهم، كل واحد عايش في العالم بتاعه مش حياه. لكن العلاقه لما يكون فيها شويه غيره مقبوله بتعبر بتوصل لطرف تاني انا مهتمه بيك وانا يعني انت غالي عليا فبحاول احافظ عليك. المشكله بقى كل حاجه يعني تنقلب ضدها لو زادت عن حدها زي ما احنا عارفين. فلو الموضوع وصل ان انت بص انت انا مش واثقه فيك، انت مش اهل الثقه، فانا هحط حدود كتير قوي عليك، حوطك من الناس كلها، اعزلك عن المجتمع كله، وانت بتاعي. وفي بعض الالعاب بقى النفسيه النرجسيه بقى ان هو ايه بيقعد بقى يكسر لك الناس كلها، يعني يخليك تكره الناس كلها حواليك، وكل الناس عايزه مش عايزه مصلحتك وبتكلم عليك من ورا ظهرك وكلهم اعدائك، انا واحد بس، انا الوحيد اللي صديقك، انا الوحيد اللي مهتم بمصلحتك فعلا. دي قال عيب عشان تقلل شعور الثقه بالنفس بتاعك وتبوظ علاقاتك بالناس كلها. في ازواج عشان كتير ممكن بيعملوا كده، في ازواج كتير بيعملوا كده عشان يوصلوا الطرف اللي قدامهم ما يكونوش شايفين غير الطرف ده بس او الزوج ده بس. في نسبه هي بتبقى رجع انانيه كده اهوت، انانيه، انت يعني انا عايزك كلك ليا. الحب الحقيقي بيشكك دايما في العلاقات اللي حواليك، ده حقيقي. الحب الحقيقي يعني بهدفه ان هو يحب الاخر، عايز مصلحه الاخر طبعا، وان اخر ده يبقى احسن نسخه من نفسه. مش ان هو يكون عبد ليا انا بتغذى عليه عشان يعني اعزي ذاتي وانانيتي وبتاع واحس مهم، فانا بلتهم الاخر. ده كده رؤيه مش حقيقيه. طيب خلينا نتفق بقى ونتكلم كده بالبلدي ان الغيره دي انا بشوف انها كلام في الكتب، لكن احنا في العلاقات الحقيقيه ما بنشوفش في غيره، فين بنشوف في شك وفي مراقبه وفي دايما عدم ثقه بالنفس ودايما اتهامات. ازاي احافظ على العلاقه دي وامنع الشك ده واخلي فيه حدود دايما بين الاطراف؟ لان طبعا انت لو فوت غيره كده بشكل مبالغ فيها خلاص انت بقيت كده الطرف اللي قدامك شكاك، وهتبتدي بقى سين وجي من طرح فين جاي منين، هتلاقي بقى ان العلاقه اتقلبت لتحقيق مش علاقه طبيعيه. ازاي نحافظ على ده وازاي امنع الشخص اللي قدامي ان هو يبقى مش غيره عليا، لا يبقى اناني لدرجه ان هو شكاك دايما او هي ممكن تكون شكاك على طول؟ اوكي، دي مشكله طبعا كل حاجه، بس دي في كل العلاقات تقريبا. تعال يعني نتفق بس بلاش الاحكام، يعني بلاش كله وكل علاقات كده، ولازم معظم خلينا نقول ان معظم العلاقات النهارده بقت كده، بقى في مشاكل بس هو كبير. الافتراض يعني سواء يعني بالايجابي او السلبي على كله ده مش واقعي وبيتعبنا وبيحبسنا في الموضوع ده. فاحنا في نفس طريقه التفكير دي هنفكر نقول ايه، انا مش انا مثلا اخترت اكون مع الشخص دوت، في عيوبه وليه مميزاته وكل حاجه، بس انا هفترض ان هو شخص كويس عشان انا اصلا حد كويس، وعامله على اساس ان هو كويس الى ان يثبت العكس. تمام، بس انا هفترض حسن النيه، هفترض ان هو كويس، النسبه في ادله واضحه وقويه، ولازم يكون في ثقه. لان وافتكر حاجه، اللي انا بتعامل مع حد وانا مش مديله ثقه على طول، فبالتالي هو كمان مش هيثق فيا، دي ما بقتش علاقه. احيانا بندي الثقه او لاي ست ممكن تدي للراجل الثقه لحد ما بيعدي وقت كبير قوي، وبدل ما بيبقوا شريكين في بدايه الحياه او في بدايه العلاقات بيبقوا دلوقتي متزوجين. بعد كده بتلاقي في ادله وفي حاجات كتير قوي بتبين ان الشخص ده ممكن يكون خاين، ممكن يكون هي قدمت الثقه في الاول لحد طبعا زي ما انت قلت ثبت العكس، في الاخر لقينا الشخص ده ممكن يكون خاين. ازاي اتعامل مع الشخص ده لان بيبقى عدى وقت كبير قوي ان الشخص ده ممكن يتساب؟ فالغيره هنا مش هتبقى غيره، هتبقى دايما في شك. ازاي اتعامل مع الشخص ده او دايما اروض العلاقه كده انها العلاقه دي تمشي وتستمر؟ هي عايزه طبعا صبر، وعايزه برضه نعمه صبر. شويه ان احنا عايزه مهدئات على طول. ما مش هننط للحاجات دي، بس قصدي انا يعني هفترض ان حد ده كويس كل حاجه، بس لو حد بيغلط انا ليا حدودي طبعا، مش هقبل الغلط بشكل معين. وفي نفس الوقت انا مش هبادر بالهجوم والكلام دوت، ده مش حياة. انا برضو بشوف زي كده ان في ناس كتير قوي ممكن تغلط، وممكن ان احنا نسامح الاخطاء دي عشان نبدا الحياه من جديد والحياه تستمر. لان احنا لو قعدنا على طول ان احنا مسكنا لكل حد اصل انت غلطت قبل كده، انت عملت كده، انت عملت كده، مفيش علاقه تستمر، مفيش حد هيشتغل ويشوف شغله ومحدش يعمل حاجه في حياته غير ان هو بيدور ورا التاني. صح، ده جحيم على الارض كده عايشينه. احنا عايشين عشان نعيش لهدف كبير، مش بس احنا نتحكم في الناس اللي احنا بنحبهم ونبقى خانقينهم كده، لا احنا عايشين عشان نكون مبسوطين، عايشين عشان بنعمل حاجه حلوه احنا مقتنعين بيها وبنحبها.
لكن طول ما احنا بنفكر ان احنا يا دوبك احنا عايشين عشان نتحكم في طرف اخر, انت حياتك ذات نفسها فقدت طعمها وهتتعب ويجي لك مشاكل تانية كبيره. طيب ازاي نحافظ على الثقه بيني وبين اللي قدامي, ابقى دايما عندي كده بالانس في العلاقه, ما بقاش دايما انت يعني في رجاله وستات بيبقوا متحكمين قوي والذات بتبقى صعبه قوي الراجل لما بيكلم الست كده تحس انها بتغلط او مثلا شاكه دايما في نفسها انها بتعمل غلط او ماشيه مثلا في حاجه غلط. دلوقتي اوازن الامور ازاي كراجل ومن الطرفين في من الحركه دي. بس فكره انا اول حاجه انا مسؤول عن نفسي مش مسؤول عن الاخر, تمام؟ هو حر يعمل تصرفاته بس هو انا يعني مسؤول عن حدودي, انا واحمي نفسي انا من المشكله دي. تمام, انت عايز تغلط ده ما اقدرش امنعك بس انت ما تاذينيش. النقطه في حاجه كتير قوي احنا عندنا مشكله اللي هو ايه, احنا عايشين في الوهم بقى, بمعنى انا دايما بشوف الطرف الاخر هو الوحش هو اللي بيعمل مشاكل. محتاجين ساعات نقعد وقفه كده مع النفس, طب يا ترى هو كل حاجه فعلا هو ولا انا اتعودت ان انا يعرف ايه ببادر بهجوم عشان ما اطلعش عليا غلط. وانت غلط وانت وحش وانت مش عارف ايه وانت وحشه ومش عارف ايه والعتاب والكلام ده, فبنقعد بقى يعني في حلقه مفرغه في الموضوع دوت ونلعب دور الضحيه على طول. اول نقطه في غالب دايما بنقعد مع كابوس والكلام ده نسمع الطرفين وبعد كده نشوف هل في طرف مطلع يعني مبرئ نفسه على طول والطرف الثاني هو اللي لازم ياخد كل اللوم. ده بيبقى غلط, لازم كل طرف يعرف غلط اللي هو بيعمله, كل حد يتحمل مسؤوليه اغلاطاته قبل ما يطلب حقوقه. لكن ما فيش تطلب حقوقي وانت ما بتعرفش مسؤوليتك. لو انت ظبطت الحته دي والدنيا ظبطت عندك ده هيكون في سلام شويه, وده يبني ثقه. الثقه بتكتسب بالخبرات الكويسه بالوقت الكويس اللي بنقضيه مع بعض وبالزمن. الزمن بيبني علاقات فعلا, مش اللي عجب في الاول, الزمن فعلا بيثبت علاقه قويه مبنيه على صخر. طبعا الغيره تحولت لشك للاسف في علاقات كتير قوي بيبقى في الاول مبين كده ان دي غيره وتلاقي الست مبسوطه قوي او البنت مبسوطه قوي بين تلبسيش كده ما تعمليش كده ما تكلميش ده, يعني بتبقى البنت شايفه نفسها ان هي ايه بتتحب وكده وان دي غيره طبيعيه والعكس طبعا صحيح. بعد العلاقات ما بتستمر وبتتم وبيبقى في بتقفل عليهم باب واحد بتتقلب لشك, ازاي اتعامل مع الشخص الشكاك؟ يعني هنفترض حاجه يعني في ناس كتير بتبقى شكاكه دي نتيجه برضه لو انا بصيت جوه نفسي انا لو انا شكاك يعني انا عشان انا كنت قبل الجواز مثلا انا كنت بعمل حاجات كتير فمقلق الناس كلها تبقى بتعمل زيي فبالتالي بشك في الطرف الثاني وبخونه, ده نتيجه انا مش قادر اتقبل افعالي انا اللي كنت بعملها قبل كده ومش قادر اتقبل ان في حد كويس. لا كلكم وحشين, كل ناس وحشه, انتوا ناقصكم بس الصدفه اللي تحصل عشان تبقوا اشرار زيي. فدي مشكله ان انت بتتعامل بالوحش. انا لو انا الطرف الثاني بقى انا هعمل المطلوب مني, مش هزود او مش همشي معاه في الحاجات الاجراءات الزياده اللي هو بيعملها دي, المطلوب مني هعمله كل حاجه بس هرفض العب الالعاب النفسيه اللي بلعبها التانيه دي. مش لازم نعمل القيود الزياده دي لان ده فعلا بيزودك بالفعل يا دكتور. انا بقول ان الطرف التاني اللي متاثر بالشك, انت طول النهار واحد عمال يشك في ست يشك فيها هو خلاص الغيره بتاعته تحولت لشك, والعكس ممكن واحده تبقى شيء يعني ممكن يكون مش رايح حته رايحه لاصحابه هي شايفه او عليها البطل بيفكر في ايه بسبب الشك ان ده راح يقابل مثلا واحده تانية او بيعرف واحده تانية. الشك اذا هنا بقى مرض, فانا اتعامل معاه ازاي؟ حاجه زي كده اول حاجه لو الشكاك بيشك فيا انا هطلب منه هو كمان يتصرف بنفس الكلام ده عليه. ما ينفعش نعمل مثلا قواعد تمشي على طرف واحد بس. الطرفين مش لو انت بتكلمني كل حاجه بتعملها انت برضه هتقول لي اتصرف وهتتحرك ازاي. كل لو هو كل ما يجي يتنفس هيكلمك هو ذات نفسه هو يزهق وهيبطل يكلم كتير كده هوت. يعني دي لعبه من الالعاب يعني انت يعني تحط اللي قدامك في نفس التصرفات اللي هو بيعملها معاك. مش هنعملها بشكل يعني شرير كده هو بس هدفنا ان هو ايه يموتوا بعض في الاخر يا دكتور, يموتوا بعض في الاخر. لا احنا مش عايزين, احنا عايزين تعيشوا مبسوطين مع بعض بس يعني الفكره احنا عايزين نعالج برضو الشعور بالشكل لان طبعا الشعور ده بيقتل ودايما بيقتل النفس كده تحس ان دايما ان انت مش مبسوط في العلاقه حتى لو انت وصلت كل الاغراض اللي انت عايزها او مثلا عايز تعرف الشخص ده فين بيعمل ايه عرفت كل حاجه. بعد ما عرفت هتبص بقى على نفسك تلاقي نفسك انت اكتر واحد متضرر من القصه دي. انت المفروض داخل علاقه عشان انت شايف الشخص ده كويس وانت شخص ده انت بتبقى كويس معاه احنا اتنين كويسين. لكن انت افترض انك بتتعامل مع شخص ان هو وحش على طول, طب اتعزم عليه طب متجوزين مع بعض ليه اصلا؟ الفكره يا اما الفكره اللي عندك دي اللي هنا دي الوهم الشكل ده انت ما معاشك في ضلال وقاعد في الحلم ده لازم في الاخر يا دكتور يروح الاستشاري نفسي عشان يتعالج من الشك.
يعني من الاخر لازم يروح لاستشاري نفسي. يفضل طبعا كل حاجه. وفي ناس بتشتغل كابل ثيرابي بيبقوا شاطرين جدا في الحته دي، بيساعدوهم في الموضوع ده، بيخلوهم متقبلين نفسهم وقبال الواقع. احنا في الاكت احنا بندرسه اكتر حاجه بتعلمها زي القبول، تتقبل الواقع زي ما هو، زي ما انت عايز تكون. انا طبعا كل حد في الجواز بالذات عنده صوره يعني رسمها لشخص معين في دماغه، صوره غير واقعيه. غير واقعيه. مشكله الصوره غير واقعيه دي، اول حاجه هي مش واقعيه وكبيره جدا على اي حد في الدنيا. صح. وانت ذات نفسك الصوره اللي رسمها لنفسك انت كمان برضو غير واقعيه. فانت عايز حد يشوفك بشكل الغير واقعي لنفسك، تشوف نفسك طبيعي. فالمفروض بالوقت بالنضج بقى بتوصل احنا الاثنين مش ناطين، احنا الاثنين طبعا يعني اول حاجه لما بيجي لك كابلز، اول حاجه بتوريهم نفسهم على حقيقتهم. دي اول حاجه، اول يعني اول حاجه في خطوات العلاج، ان انت كل واحد يشوف نفسه بالقدر السليم او بالواقعيه، يعني بالواقعيه، ونتقبل ضعفتنا ونقبل ضعفات الاخرين. انا لو قابلت نفسي وقابلت الاخر انا عايش بسلام. لكن انا مش قابل نفسي هطلب من الاخر حاجات كتير قوي عشان ساعتها بس هقبل نفسي، ساعتها بس هكون كويس. ده متعب ومش حقيقي. متعب جدا جدا، وبيخلي العلاقات فعلا ما تستمرش، حتى لو ايه بالذي لو معاهم ولاد او العلاقه يعني كان فيها وقت طويل، العلاقات هنا بتنتهي. لان طبعا الشك زي ما انتم عارفين بيقتل كل العلاقات. ودايما بنقول الحاجه لما بتزيد عن حدها، الغيره لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. وما بين الغيره وما بين الشك شعره، لازم نتملك من الشعره دي كويس. دكتور فادي انت نورتنا النهارده، وان شاء الله تنورنا في فقرات تانية ونتكلم عن مشاكل نفسيه بين العلاقات اكتر من كده. نورتنا. شكرا عليك. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم. فاصل قصير وهنرجع تاني، خليكم معانا. ورجعنا ليكم مرة تانية في هو وهن. اتكات التعامل بين الأزواج وزملاء العمل، كتير الغيرة بتظهر بسبب تصرفات بسيطة غير مقصودة وتأثر بشكل كبير على العلاقة. عشان كده حبينا نتكلم عن قواعد الاتكات اللي تساعدنا نكون واضحين وصريحين مع بعض، كمان ازاي نتعامل مع زملائنا في الشغل بشكل ما يسرش الشك والغيرة. مع ضيفتنا شيماء البهي، خبيرة علم الأعصاب السلوكي والاتكات. شيماء برحب بيكي، منورانا في هواهن. اهلا بيكي. ازاي في البدايه، ازاي ايه الطريقه المثلى الازواج يتعاملوا بيها مع بعض عشان يحافظوا على علاقتهم والثقه اللي ما بينهم؟ طيب بصي، اولا العلاقه ما بين الازواج بتعدي بمرحلتين، مرحله اولى ومرحله تانية. المرحله الاولى دي بتبقى الخطوبه والتعارف اللي في الاول وهكذا، بيبقى مسيطر عليها حته الباشن والاتراكشن والجزء طبعا في الاول طبعا، فبتفوتي كتير. هي أيوة. فبتفوتي كتير. صح. خلاص الجزء ده لما بيهدى بيبتدي تشوفي الشخص بقى نفسه، واللي بيخلي العلاقه دي تكمل لسنوات او تكمل على طول هي شويه قواعد زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، قواعد الاتيكيت او الاحترام. كل واحد فينا بيحترم ايه؟ بنحترم المساحه الشخصيه لكل واحد، تمام، وبنثق في بعض جدا، وبنحترم الوقت الكواليتي تايم بتاع كل واحد. يعني احنا بنبقى مع بعض بنقضي وقت حلو، لكن في وقت ما كل واحد عنده وقت ليه لوحده. في شويه حاجات كده لازم نتكلم فيها، ولغه الحب طبعا. انا تعبيري عن الحب بيكون في صوره مثلا هدايا في حد تاني طبعا. اعمال يعني انا بقول لك انا بعمل بس مش بتكلم، في حد مثلا كلام، في حد افعال، في اكيد هي دي أكيد. هم لازم اول حاجه في قواعد الاتيكيت هي الكوميونيكيشن او التواصل. التواصل في كل حاجه. وانتي قلتي حاجتين يعني مهمين جدا، اول حاجه الثقه والاحترام طبعا. يعني اي علاقه بتتبني لازم تتبني على الثقه والاحترام. الجزء الثاني او الفيس تو بيسموها في العلاقه او في الحب، لو مفيش احترام مش هيكمل طبعا، ولو مفيش ثقه ما هو دايما العلاقه يبقى فيها توتر وقلق وشك. يعني دول وجهين عمله واحده طبعا. الاحترام، احترام كمان ممكن اكون حياتك في حاجه بتزعلك، احترام الحدود حلو، وده بيجي من التواصل. يعني يعني لازم اقول لحضرتك او اقول لك انا كذا بيضايقني، يعني الطرفين يقولوا لبعض كده، بحيث ان كل شخص يحترم حدود الشخص الاخر، لان كلنا مش زي بعض. ممكن انا حاجه تكون بالنسبه لي عاديه جدا، لكن بالنسبه لحد تاني يضايقه. فنوع من انواع التعبير عن الحب ان انا ما اعملش الحاجه اللي تزعلك. فالكوميونيكيشن التواصل، طريقه خناقاتنا اللي هي بيسموها الكونفليكت ريزولوشن، ازاي بنحل المشكله اللي بينا. بنعلي صوتنا ونزعق ونتخانق ونكسر ونعمل الحاجات دي كلها، مفيش احترام. تمام. في عندنا مشكله، قبل ما تحصل المشكله بنتكلم مع بعض، لو اتحطينا في مشكله هنتصرف ازاي مع بعض. حلو. لو انا متنرفز، في حد يقول لك انا متنرفز ما بعرفش اسيطر على اعصابي، ساعتها هيتفقوا ان لما بقى انا خلاص في الستيت دي هسيب الاوضه،
هنزل اركب العربيه، بس اقولها قبل كده واحنا مش متخانقين. ليه؟ لان لو عملتها في الخناقه هقول ده ماشي وسايبني، فاهم قصدي؟ فكتير فنرجع تاني للكوميونيكيشن، هي دي نفهم بعض، هي دي حقيقي. نقول كل واحد يقول للتاني من غير ما يخاف انه يبين نفسه حقيقي. ليه بقى؟ لان المشكله ان احنا وقت الخطوبه او وقت ما نتعرف على بعض بنبين احسن ما عندنا، ودي مشكله كبيره جدا. دي مشكله لان احنا بناخد الخطوبه دي خلاص مرحلة الاولى وهندخل في الجواز، مش بناخد الخطوبه ان احنا بنعرف بعض. برافو عليكي، بس صح. فهنا بتبدا المشكله، صح. احنا مش مخطوبين عشان احنا لازم نتجوز، صح. احنا مخطوبين عشان بنختبر شخصيات بعض وطباع بعض. مشيت مع بعض يبقى هتكمل، ما مشيتش مع بعض يبقى لا. ليه؟ لان في الخطوبه بيسيطر عليكي المرحله الاولى اللي هي بقى الهرمونز والحب وكذا، فبتعدي بتعدي حاجات كتير قوي، لكن بعد كده مش هتعدي حقيقي. فلازم الواحد يبقى بيفكر بعقله لقدام. فقبل ما نخش ان احنا نحب بعض نتكلم طبعا، نشوف قيم بعض، الفاليوز بتاعتنا متماشيه مع بعض ولا لا، شخصياتنا مع بعض، فكرنا. زي حاجه بقى الموضوع حضرتك بتتكلمي على الغيره في الشغل، ممكن اكون انا زوج مش عايز مراتي تشتغل اصلا، حقي، بس هي هتتفق من الاول. يعني هي طيب دي. لو هو متفق، واكيد اي شغل بيكون فيه زملاء طبعا عمل. هنا اعتقد بتيجي المشكله او 80% من المشاكل بتيجي من زملاء العمل. اوكي، ازاي يكون واضحه مع شريكي عشان نتجنب القصص اللي ده يحصل؟ اولا خلي شريكك معاكي في السوشيال ايفنتس او في المناسبات الاجتماعيه الخاصه بالشغل. يعني معظم الشغل ممكن في رمضان بيعملوا عزومه في رمضان، صح. بيعملوا حاجه نتوركينج وقعدات مع بعض، بالظبط. زوجي يظهر في الصوره، فالناس كلها تبقى هو حتى يكون شايف الناس اللي انا بتعامل معاهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما اتفقنا فيه ما بيننا تراست واحترام، فهو عارف انا بتعامل ازاي. هنتكلم واساله ايه اللي بيضايقك، فيقول لي كذا 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 بيضايقني، ما اعملوش. ومش هو بس، هو وهي لو قال لي مثلا فلان معين والفلان ده فعلا ما بيعملش اي حاجه، ليه هيقول فلان معين؟ شعور عنده ليه؟ شايف الشعور، هي في شغل وهو في شغل، ورحت تكلمني هما الاثنين في نفس المكان، لا هو في شغل وهي في شغل، وهي في شغل. طب هو هيقول يعني ايه اللي هيوصل الموضوع ان فلان معين انا متضايق منه، غير لو هي حكت له ان انا حاسه ان انا مش مرتاحه مع فلان. أيوة. يبقى من الاول هي تحط الحدود دي وتقلل التعامل مع شخص هي حاسه ان هو تجاوز معاها. ما نتكلمش في حاجات شخصيه تمام في الشغل، على فكره سواء مع بنات او اولاد، يعني صعب قوي. هي صعبه، ده لا يمكن، بصي صعبه، لا يمكن. بس ده احنا بنعدي من الشغل بالحاجات دي. ايوه صعبه، بس حقيقي تخيلي ان احنا اصحاب بنات وانتي وعندي مشكله في البيت مع زوجي او وحكيت لك، وبعدين حقيقي ترقيت او انا ترقيت وحياتك لا او غيرتي، ده بيحصل ولا بيحصلش؟ طبعا بيحصل طبعاً. هيحصل ايه؟ خيره بقى لو نفسيه حضرتك سويه عادي، لكن لو نفسيه حضرتك يعني اكيد لا، يعني قصدي مش مرتاحه، ممكن تاخدي الاسرار الشخصيه اللي عندي تطلعيها بره، استغلها بقى، استغلها عشان ما اخدش انا الترقيه. فلازم في ناس في الشغل بيبقوا حلوين جدا فعلا، في اصحاب عمر بيبقوا من الشغل حقيقي يعني ده قلمة قلمة. لو هنتكلم في الجنرال، لا الحاجات الشخصيه اللي في بيتي ما احكيهاش لاي حد، خاصه لو زميل ليا او زميل يحكي لزميلته، يعني احنا يعني ناخدها بقى الناحيتين، يعني احنا في الاول نحط حدود، ده اهم حاجه، وكلامنا كله في الشغل طبعا. طب ايه التصرفات التانية اللي ممكن تثير غيره الشريك؟ الكلام في التليفون بعد مواعيد العمل. هل في شغل بيتطلب ده؟ ايوه في شغل كتير بيبقى لازم مدير يكلمني عشان حاجه معينه هنسلم نتيجه، ده مقبول، بس لازم اكون متكلمه ومعرفه زوجي ان انا ممكن او انه وارد ان يحصل عشان اتفهم ظروف عملي، حتى عشان ظروف عملي. لكن المكالمه مدتها قد ايه؟ هل احنا هنقعد نتكلم في حاجات شخصيه تاني ولا احنا ولا المكالمه كلها في الشغل؟ هل انا طول الوقت على فكره من حتى من غير غيره، مش لازم غيره نذكر اخر، لا هو ممكن يكون غيره من على وقتها طبعا، على وقت البيت. يعني انا حاسه ان هي مش مهتميه قوي بالبيت وقتها، كله ده وقته هو، ده وقت زوجها، وهو كذلك كمان، هي دي الفكره. فالمدير كلمها وطول جدا جدا في الحوار، ده على حساب وقت بيتها، فهي ممكن تبقى يعني تعمل بالانس، تاخد الحاجات الارجنت وتقول لمديرها او هوفر الزميل اللي بيتكلم معاها ان احنا هنكمل ده بكره في الشغل. أوكي. لكن التطويل في القصه دي هيصير غيرته، مش لازم غيره ذكوريه، لكن هيصير غيرته، ده وقتي وده بيتي وده انا عايزه ابقى مع اولادي ومع عيلتي يعني. اوكي طيب، احنا سالنا الناس في الشارع هل ترضي ان زوجك يكون عنده بيست فريند؟ خلينا نروح نشوف البوب ونرجع ليكم مره ثانيه. مراد
مراتك خطيبتك واتيفر يكون ليها بيست فريند؟ اكيد لا طبعا سور لا، يعني حاجه ما يصحش اصلا التفكير فيها، ما نفكرش اصلا في حاجه زي كده يعني. عاداتنا وتقاليدنا وديننا بيقول كده يعني، بيقول الكلام ده ما ينفعش. ما احبش ان هو يبقى في حد تاني في حياته بيشاركه يومه غيري. اكيد لا ما اقبلش طبعا، لان هو اكيد مش هيقبل ده عليا، فانا برضو بالتالي مش هقبل ان هو يبقى في حد تاني في حياته غيري. بنت لا، بيست فريند ولد اه طبعا، بس بنات لا. انا كفايه علي. اقبل انه هو لو اكيد يبقى عنده حد عايز يساله على حاجات، مش انا، لانه ممكن يكون رايي انا مختلف عن اللي هي هتقوله، فيسمع مني ويسمع منها واللي حاجه يرتاح لها يعملها. لا ما احبش كده، هو مش بيقبل بكده، فالطبيعي ان هو انا كمان مش هبقى قبل حاجه زي دي. لا ما ينفعش طبعا، ازاي يعني انا بتبقى خطيبتي اخلي واحد تاني يكلمها؟ ده ما ينفعش طبعا. ايه اللي يخليني ان انا خطيبتي يبقى عندها بيست فريند؟ انت بقى عندك بيست فريند ولا انا بقى عندي بيست فريند؟ اللي ما بقولوش عليها ما بقولوش عليا. ما هو برضو هو اكيد مش هيرضى ان انا مثلا ان هو انا كمان يبقى عندي حد برضو، فاهماني؟ فحاسه الموضوع لا، انا هو انا هبقى البيست بتاعته. طيب احنا شفنا اراء متضاربه كتير، يعني يمكن الستات ممكن تسمح ان الراجل يكون عنده بيست فريند، لكن الراجل لا يمكن يسمح ان مراته يكون عندها بيست فريند. كلميني عن الموضوع ده. بصي هقول لك رايين خلاص، ما فيش حاجه واحده تمشي مع كل الناس. يعني من الحاجات الاساسيه اللي بنتكلم فيها قبل ما نتجوز او احنا في فتره الخطوبه، ايه يعني ممكن اكون انا عندي حد من اصحابي وتربيتي تسمح بكده او المنتاليتي بتاعتي تسمح بكده واحنا متربيين مع بعض واصحاب، هتخطب لحد هيقول لي اقطعي معاه غريبه طبعا. لكن هاوفر لو انا الراجل ده هيضايقه وفعلا دي حاجه من القيم اللي عنده المهمه وانا قررت اتجوزه، يبقى انا هسمع كلامه. يعني ممكن نقلل التعامل لكن ما اقطعش يعني طبعًا. لا قصدي ان انا يعني مش هزايقه. يعني برضو انت قلتي نقطه مهمه جدا، الباك جراوند. اعتقد أيوة. الباك جراوند بيفرق في الناحيتين، اذا كان الست او الراجل. ما عشان كده النشأة الاجتماعيه والتربيه الدينيه من اساس او من زي ما بيقولوا العواميد اللي لازم نبص عليهم قبل ما ندخل في علاقه جواز. يعني التنشئه دي بتفرق جدا. في احنا نقول في بيوت فعلا الاولاد والبنات زمان المدرسه واصحاب، وفي بيوت اخرى ترفض ده تماما بعيد طبعا عن الدين، احنا بنتكلم كثقافه. فما ينفعش يبقوا الاثنين من باك جراوندز مختلفه وتنشئه مختلفه وبعدين يرتبطوا. وحصل ان هم ارتبطوا بيتفقوا. اللي مش ما ينفعش يحصل ان بعد ما يتفقوا على حاجه نرجع في الكلام، نرجع نغيرها. ليه؟ لان ده بعد كده الشخص هيحس ان هو يعني خلاص يعني خان الثقه، او احنا متفقين على حاجه تغير يعني عشان دي كلها اساسيات. حاجه زي الشغل مثلا، في راجل يقول لك انا مش عايز مراتي تشتغل، حقه. في واحد تاني يقول لك لا انا عايزه تشتغل، في حد يقول لك انا مش فارقه معايا، وفي واحده تقول لك انا عايزه اشتغل، واحده تقول لك لا انا مش عايز. لازم الكلام ده عشان ده اساس اللي ما ينفعش تجيب حد الوضوح في بدايه العلاقه. ايوه ده الكور. فيبقى عندي بيست فريند او او لا، ده يعتمد على الشخص اللي انا مرتبطه بيه. هل انا مقتنعه بيه وهكمل معاه وهو عكس رغبتي بس انا عايزاه هو خلاص. في حد تاني ما ترجعيش تندمي. لا مش لا. يعني انت بالزبط. اخترتي طبعًا. حد صح. انا افترض اخترتي حد صح واخترتي حد بيست على كرايتيريا معينه وكذا، وهو في حاجه معينه بتضايقه وانا عايزه مش عايزه هو وهي. يعني والعكس صحيح. المشكله في ايه؟ المشكله زي ما انت قلتي مش في الاول على فكره، ولا حتى بعدين. المشكله في التغيير بعد كده شويه، فاهمه؟ كنت خلاص بقى انا خدت كل حاجه من العلاقه دي، انا عايزه ابني نفسي، بس انتوا اتفقتوا انكم مش هتشتغلي. مين اللي عايز يبني نفسه؟ الست. لو هنتكلم على السيده عايزه تبني نفسها، قال لها انا مش موافق انك تشتغلي. فبعد كده بعديها مثلا باربع خمس سنين اوكي بتحس بقى ان عمرها ضاع في البيت وفي العيال وعايزه تبني نفسها، فهنا بتبدا المشكله. ونرجع نقول الوضوح اهم حاجه في اول العلاقه. وبعدين انا لازم اما افكر ما افكرش تحت رجلي او في نظره مستقبليه. بالزبط. يعني في الاول اول كام سنه وفيها فسح وصف ايا كان الدنيا بتبقى لطيفه، لكن بعد كده دي حياه حقيقي. فهل انا الحياه دي عايزه اكملها بالشكل ده ولا لا؟ طب والناس تتفق او تختلف، ومش معنى ان في حد صح وحد غلط. هو الغلط ان احنا نتفق على حاجه ونكسرها. طب اتفقنا على حاجه والظروف اتغيرت بعد كده، هنعمل ايه؟ هنتفاهم. وفي حاجه تانية في الاتيكيت زي ما اتكلمنا على الكوميونيكيشن اسمها الكومبرومايز، اللي هي ايه؟ حاجه على نفسي مره وهتيجي على نفسك مره. ما ينفعش يبقى طرف واحد طول الوقت جاي على نفسه، هو اللي بياخد او هو اللي بياخد مثلا، او طرف واحد هو بس اللي بياخد. هيطلع كسبان ظاهريا لكن في الحقيقه هو مش كسبان حقيقي. في الحقيقه هو مش هيبقى سعيد طالما الطرف الثاني اللي معايا مش سعيد. انا عمري ما هكون سعيده حتى لو انا واخده كل الامتيازات اللي في الدنيا، بس اللي معايا مش سعيد مش هيعرف يسعدني حقيقي.
فحصل حاجه جدت في كونفليكت، هنقعد بقى نقعد كده قاعده مع بعض ونتكلم ونتفاهم. مره عليا مره عليك. طب نرجع تاني لنطاق الشغل دلوقتي، انا لو حسيت ان زملاء العمل في تعدي للحدود، حلو قوي، ساعتها ازاي احط بقى ليميتس من غير ما اخسره؟ من غير ما تخسريه، هو تعدي الحدود اول حاجه بتكون في ان الشخص يبتدي يدي كومنتس على شكلك، تضحكيش او نهزي راسك كده وغير الموضوع، لان هي مش مهنيه ان حد يدي كومنت على حد على شكله. في ناس بالنسبه لهم ده مقبول وعادي، وفي ناس لا. فانا بقول حياتك بكل دماغ كل حد. فلو انا بالنسبه لي عادي ان حد يقول مثلا شكلك لطيف، هقول ميرسي وكذا ومش هطول وخلاص. لكن في حد تاني زوجها هيزعل جدا، او هم او ده دي هتبقى مشكله، يبقى انا مش ممكن ما ردش، يعني اغير تعبيرات وشي بحيث ان الشخص ده مش هيكررها تاني. فهي يعني انا اللي بحط الحدود. انا اللي بحط الحدود من غير كلام، ممكن طبعاً. بس بالنظره، ممكن بالنظره وممكن بالفيشل اكسبريشنز، تعبيرات وشي. وبالنسبه له هو نفس الكلام، اتكلم صح اقول الحق. بصي، اللي بتحط الحدود هي البنت. مش دارج قوي ان البنت هي تتعدى حدودها مع حد، او قد يحصل المفروض ان هو برضو بيحط حدود. هل ده بيحصل ولا لا، دي قصة تانية، بس هو المفروض ان هو يحط حدود علشان هو متكلم مع زوجته وعارف طبعا ان ده بيزعل زوجته، او متكلمين وهي بالنسبة لها عادي. فانا عايزة ابقى في وش البارتنر بتاعي، سواء انا راجل او ست، وفي ظهره كسب احترامه وثقته، في وشه بنفذ الحاجة اللي بعملها في ظهره زي في وشه، حقيقي بيسموه الانتجريتي، النزاهة. استاذة شيماء انتي نورتينا وبشكرك على وجودك معانا. شكرا. ميرسي ثانك يو. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، يا رب تكون عجبتكم. بريك سريع ونرجع ليكم مرة تانية. بعد بقى ما خلصنا الغيرة، سواء غيرة الشغل، غيرة الأزواج، غيرة الصحاب، بجي الوقت بقى ده أهم وقت الحقيقة بيجي، وهو وقت المطبخ، وقت الأكل. هناكل إيه النهاردة؟ أكيد أنا شايفة كده المكونات هي حاجات كلها إن شاء الله يعني صحية وأكيد تعجب حضراتكم. مع مين؟ مع دكتور سارة ياسين. يا دكتور أهلا بحضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. هتأكلينا إيه؟ أنا شايفة في أكل كله صحي النهاردة. هو النهاردة أكل صحي بطريقة مكسيكية. ما أنا خدت بالي. تمام، هتبقى تشيكن كاسادية بالظبط كده. الله. طب نقول المكونات إيه؟ أوكي، إحنا هنجيب فراخ وهنقطعها شرايح ونتبلها. حلو. في حاجات بتبقى اوبشنال، يعني مثلا الزيتون، الذره، الموتزاريلا، كل ما يعني كل ما هنحط اد اونز كل ما هتزود في الكالوريز بتاعه الريسبي، بس هتديها طعم. لو انا نفسي احس ان انا باكل حاجه عشان ما احسش اصلا دايما ان هو اكل الدايت. اكل الدايت. طيب احنا خلينا نقول ان المقادير برضو قدام حضراتكم على الشاشه، نكمل المقادير. اوكي، وطبعا الخضار، اي خضار احنا نحبه، يعني هنا في بصل وفي فلفل الوان. حلو. وده ايه اللي هناك؟ ده دول بقى حاجات الافوكادو جواكامولي، ده الصوص بتاع الكاسادية. ده انت مدلعين. يعني احنا في دلع النهاردة يا جماعة، يعني مش دايت بس، لا ده دايت ودلع كمان. طب يلا نبدأ ونقعد بقى ايه نرغي مع بعض. يلا بينا. اخصائي التغذية العلاجية، ويعني خليني اقول ان دلوقتي معظم الناس بيبقى نفسها تاكل اكل، يعني انا واحده من الناس ما بعرفش اعمل دايت، ما بعرفش، وما بعرفش اروح لحد برضو دكتور زي حضرتك كده متخصص، بلخبط يعني، ممكن اروح له مره الثانيه بكبر دماغي. ازاي يبقى في استمراريه على ان انا لا اقدر ان انا اكمل في الدايت ده لو انا وزني كبير شويه او زياده شويه؟ هو انا اهم حاجه ان انا لما اجي ابدا دايت ابقى حاطه قدامي اهداف واقعيه، يعني انا ما زدتش في يوم وليله، فطبيعي مش هنزل في الوزن في يوم وليله اكيد، فلازم يبقى الهدف واقعي، يعني انا مش هخس 10 كيلو في اسبوع. يعني لما بنروح، لما حد بيجي لك بتعملي بلان مثلا، او بتعملي زي خطه كده ان انت تقولي له ايه، احنا خلال اسبوع لازم تنزل مثلا سي مثلا 3 4 كيلو، ولا لا انت سايباها مفتوحه؟ هو احنا عشان نحرق كيلو دهون محتاجين ان احنا نكون حرقنا 7700 سعر حراري. ده نحرقه في قد ايه ده؟ ده احنا عشان كده في الاسبوع عشان نخس فيور كيلو دهون، بيبقى في الاسبوع من نص كيلو لكيلو دهون بس اللي بيتخس. ولازم يعني مع اكل صحي ورياضه والكلام ده. هو الرياضه مش يعني هي بتحسن الحرق وبتحسن المود. طب المشي، انا ماليش في الرياضه، ما بحبش الرياضه. مشي حلو جدا طبعا. حلو صح. طب حلو. يعني مشي خطوات سريعه كده بتفرق جدا. انت متبلاها بايه؟ ريحتها حلوه قوي. حاطين ملح وفلفل وبابريكا. ريحتها جميله قوي على فكره. وحاطين فيها كمان، هو دي متبله بالحاجات دي، بس احنا مثلا اي توابل بنحبها، عايزين نحط زعتر،
بص الطيب حطه فيه بهارات كده اسمها سبع بهارات حطه حلوه جدا. وفي توابل بتاعت الفراخ مخصوصه. ايوه توابل الفراخ تبقى بالزبط. حلوه جدا برضه. طب هايل. بتمشي الكلاينت اللي بيجولك على النظام غذائي بقى ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي جيت لك قلت لك يا دكتور انا مثلا انا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب مش تخينه قوي أوكي. بس ممكن بسبب الولاده فعندي حته بطن صغيره اوكي. ده بيبقى لها نظام على عن واحده تانية لا بطنها اعلى شويه مني ولا لا هو نظام واحد؟ النظام بيبقى على حسب الشخص مثلا بيحب ياكل ايه اللايف ستايل بتاع حياته بالظبط. بس انا مثلا ما ينفعش ان انا يعني هو بيفرق في الكالوريز مثلا دي هتاخد كالوريز قد ايه ودي هتاخد كالوريز قد ايه الاثنين بيبقوا مختلفين عن بعض في الكالوريز. لو واحده بتحب السويتس وواحده بتحب الحوادق زي حالتي انا ماليش في السويتس قوي يعني أوكي. ما تلاقينيش نفسي تهفيني على شوكليت او حاجات حلوه لكن نفسي تروح لي الحاجات الحرشه الحلوه الحادقه دي اوكي. بتمشيني على حسب الحاجات اللي انا بحبها ولا لازم تديني بس مش يعني انا ممكن اديكي بدائل صحيه للسويتس اوكي. الريسيب الصحيه وتعملي بيها سويتس تحليها بتمر تحليها بسكر ستيفيا تحليها بعسل أوكي. بس مش هناكل بقى براونيز من بره وناكل الحاجات دي كلها دهون. طب سؤال ممكن دلوقتي نحط الخضار لا بصي اقطعيني في الكلام عشان انا هتلاقيني برغي معاكي كتير فلو عايزه تعملي حاجه يعني اقطعيني عادي جدا أوكي. طيب خليني اسالك على حاجه انا عارفه ان السؤال اللي انا هساله ده هو اصلا ما يتسالش بس انا عايزه اساله علشان انا بعمله اوكي. المياه الغازيه مش هنقول اسماء طبعا أوكي. انا بحب المياه الغازيه جدا بس انا عندي قناعه ان الدايت المياه الغازيه الدايت هي اصح هما الاثنين وحشين جدا عشان نبقى متفقين انا عارفه على فكره لكن الدايت اهون شويه من الثانيه يعني فيها الكالوريز قليله ولا لا هي اهون طبعا بس في كل الحالات هي برضو السكر الدايت بيخلي ان احنا على طول برضو حتى لو هو سكر دايت عندنا كريفنجز للسكر يعني طعم السكر في بقنا فدي مشكله لان احنا برضو هنضطر احنا اوريدي خلاص شربناها فهنضطر ان احنا عايزين برضو ناكل سويتس وحاجات فبوظنا الدنيا بلس ان هي طبعا يعني هي مضره كده صحية. يعني بالظبط غير صحيه حشاشه ذوق حاجات كتير يعني يا جماعه مش قادره هو اي حاجه مصنعه مش صحيه يعني انا خلينا يعني في العصاير الفريش هو برضو برضو لا اوعي تقولي بقى اوعي اوعي ما تزعليش او امشي هو لو شخص عايز يخس بلاش ان هو يعني ياخدها من الفاكهه احسن لان الفاكهه بتبقى مليانه الياف انا عشان اعمل كوبايه عصير برتقال حصر اربع ثمرات فاكهه يبقى انا كده اخدت ضربت البرتقانيه في اربعه وشلت الالياف اللي فيها فانا ما شبعتش ده انت بصي كسرتي كل المعايير والمقاييس اللي عندي عشان انا اصلا برضو بطبعي ما بحب ماليش في الفاكهه ما بحبهاش يعني بس ممكن اشرب عصير تين شوكي بس هو خلاص طبعا تين شوكي خلص يعني بالظبط يعني عصير يعني برتقال فريش بس مش على طول يعني ممكن اخد كوبايه في اليوم لا يعني مش كل يوم لا لا يعني يعني يوم او يوم لا مثلا يعني برضو مره في الاسبوع يا دكتور مره ماشي خلاص هي السيرفنج بتاعه العصير بتبقى نص كوبايه نص كوبايه يعني اصل احنا بنعصر فاكهه كتير جدا فاحنا اصلا عشان نعمل كوبايه احنا اساتذه في الفاكهه بتبوظ يا جماعه ندخل نعملها عصير البطيخ بيبوظ لا نضربه في الخلاط على طول يعني طيب قولي لنا انت عملتي ايه بقى دلوقتي احنا دلوقتي خلاص عملنا الفراخ وحطينا عليها الخضار وهما كده خلاص اول ما ياخدوا لون ويستووا بنطلعهم بقى خلاص من هنا تمام وهنبدا بقى ان احنا نوزعهم على عيش التورتيه بتاعنا بس ده مش تورتيه عادي ده دايت ولا ده ايه يعني هو طبعا القمح الكامل او لما يبقى تورتيه بشوفان او مبهدلينا النهارده مبهدلينا دايت بس طبعا كل ما كانت الوصفه فيها الحاجات كده بنشبع لفتره اطول وفي نفس الوقت احنا مدلعين نفسنا احنا ما حرمناش نفسنا من حاجه يعني مدلعين. كلها دلع كده طيب مش ايه اهم الفيتامينز او المعادن اللي احنا لازم يوميا ناخدها او يعني لا يعني نعتاد ان احنا تبقى موجوده في اكلنا طيب احنا الفيتامينز اللي هي بتدوب في الميه اللي هي بيتقال عليها ووتر سوليبل الفيتامينز دي احنا محتاجين ناخدها عشان هي مش بتتخزن في الجسم اوكي فاحنا محتاجين ان احنا ناخدها من بره تمام زي فيتامين سي وزي فيتامينات ب
أوكي. تمام ادينا امثله يعني اديني اوكي يعني فيتامين يعني سي انا عارفين البرتقال هو طبعا. الفيتامين سي موجود في الفراوله وفي التوت وفي الجوافه في البروكلي. انا هقول لك على حاجه, انا هقول لك الحاجات المهمه هم معظمهم يعني احنا واحنا بناكل اكل متوازن ومتكامل هيبقى موجود في الخضار والفاكهه والحبوب الكامله والبروتينات. حلو. فمعظم الحاجات اللي انا هقولها هتلاقيها موجوده في الحاجات دي, عشان كده دايما بيقول لك ان احنا ننوع في اكلنا. بص احنا حاطين كام لون خضار إيه؟ عشان كده دايما يقول لك ان هو البليت بتاع خضار يبقى كلرفل, كله الوان, كله الوان, عشان تاخدي الفيتامينز اللي ناقصاكي من كل العناصر من كل الخضار والفاكهه. طبعا برضو المغنيسيوم والفيتامين دي, الحاجات دي بقى انا هقول لك عشان المناعه. دي ليه بيبقى معظم الناس ناقصه عندها؟ الناس كلها ليه؟ ده انا ابني يعني ابني عنده 20 سنه ناقص جدا 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 عنده, بياخد بقى حقن. هو الفيتامين دي فكرته ان هو لازم نتعرض للشمس. والله بنتعرض بس مش عارفه نتعرض للشمس يعني اديني التوقيت واقعد فيها قد ايه. ان احنا نتعرض للشمس مش قبل الساعه يعني من لحد الساعه 11 الصبح, مش قبل 11 ل 3 يعني الميعاد ده بلاش نتعرض فيه. من 11 ل 3 لا اللي هو اللي احنا بنعمله اصلا احنا نقعد ناخد تان يعني وبتاع. هي بس عشان بتبقى الالترا فايلت ريز الاشعه مش احسن حاجه. بعد الساعه 3 ممكن نتعرض شويه للشمس لحد يعني من 3 ل 5 اللي هي ميعاد العصر ده. واقعد قد ايه بقى؟ ربع ساعه. حلو جدا لو قعدنا كل يوم ربع ساعه هناخد الفيتامين دي اللي احنا محتاجينه. بتقولي مستحيلات والله العظيم بتحصل استحاله يعني. احنا هنا بقى قدامنا اتنين اوبشنز. طبعا احنا ثانيه واحده هجيب معلقه. احنا قدامنا ان احنا نحط بس الكورن كده تمام. أوكي. لو عايزين كل دي يعني هي الوصفه الاساسيه يا جماعه ده اوبشنز, اللي عايز يحط حاجه يحطها, اللي عايز يشيل حاجه يشيلها. هي الوصفه الاساسيه ان هي فراخ وخضار تمام. احنا بقى عايزين نحط ذره بس كفايه معلقه عشان كل دي اد اونز بتزود في الوصف. ممكن نرجع دي ورا. اكيد. والبصل ده عشان مش عارفاني انا مرتبه جدا. ايوه خلص. ماشي طيب يعني اللي عايز يحط حاجه يا جماعه يحطها. عايزين تحطوا سويت كورن الدرة. اوكي مش عايزين لا عايزين زيتون خيار مخلل. انت انا ده مايونيز ولا ده ايه؟ ده مايونيز. طب ما حطيناهوش ليه؟ ما هو ده بقى انا هقول لك ده صوص ممكن نحطه برضو. عايزين نحطه كصوص نحطه يا اما نحط ديبنج الافوكادو جواكامولي اللي احنا هنعملها دلوقتي. ماشي تمام. بتبقى عباره عن ايه بقى؟ هي واحده افوكادو مهروسه وعليها ليمون. احنا هنا عاملين كده وهنقوم جايبين الطماطم نحطها عليها. اوكي. وهنحط عليها مفيش بديل الافوكادو ولا هو ما هي افوكادو جواكامولي ده اسمها. هو ده فهو ده ملهاش يعني تجيبوها كده تجيلها كده هي كده يا جماعه ما فيهاش كلام يعني. وهنحط عليها بصل متقطع صغير. هي دي يعني حتى في المطاعم دايما بيقدموا الفاهيتا معاها. ايوه الصوص ده بس مفيش افوكادو مش يعني بس هي دي صحيه يعني. هي بس مشكله الافوكادو هو دون صحيه بس هو كله كالوريز. فالناس بقى مثلا اللي بتحب الافوكادو تقعد تاكل منها تاكل منها برضو هنتخن. هتقول لك ده ما بي ده دايت يا جماعه. لا يا جماعه ما فيش حاجه في الدنيا ما فيش حاجه في الدنيا ان انتوا ممكن تاكلوها بكميه كبيره جدا وما ما يعني ما صح بالظبط يعني لازم هاكلها حتى لو حاجه صحيه هاكلها هتخن بالزبط. يعني حتى لو ده اللي احنا عاملينه ده اكلتوه بكميه كبيره جدا هتتخنوا على فكره يعني. ممكن بقى نحط عليه توم. الله عليك. الحاجات دي بقى ايه اوبشنال لان في ناس معدتها بتتعبها. لا بس الحاجات دي بتدي طعم للاكل. بس في ناس بقى سبايسي طبعا اي اديتيفز والسبايسي بيحرق بس بيحرق اهو. دايت ولا مش دايت ده؟ طبعا هي المشكله بس ان الحاجات دي يعني في ناس معدتها بتتعبها من من الحاجات السبايسي والثوم وكده خصوصا لو حد عنده قولون او كده. احنا كده خلاص عملنا الافوكادو. اوكي انت يا هنحط ده يا هنحط المايونيز. بالظبط احنا كده قدامنا اتنين اوبشنز. هنحط الجواكامولي تمام صوص بقى ديبنج صوص بره عليها زي ما احنا عايزين يا هنحط المايونيز لايت مايونيز زي ما طيب احنا عايزين. طيب لو واحده زي حالتي انا ماليش في العيش قوي يعني انا احب الرز والمكرونه جدا عايزهم زي عيني. ممكن اعمل الاكله دي مع رز ابيض ولا لا؟ ما ينفعش. ينفع. احنا الاساس بتاعنا اللي هي الفراخ والخضار اللي هي الفاهيتا. عايزين النشويات بقى دي براحتنا احنا عايزين نعملها في ايه كساديه وزي ما احنا عايزين. انا طيب كده برضه تقليه بقى في الطبق هناك في التقديم. ممكن تاخدي الطبق كله عشان اوكي ما هي هي هيتبهدل مننا جدا هيعمل حاجات مش لطيفه.
طيب خليني اسالك عن زي ما انا قلت لك من شويه ان ايه الفيتامينز والمعادن الحاجات اللي احنا محتاجينها بتختلف من عمر للتاني، يعني في الثلاثينات غير الاربعينيات غير الخمسينيات؟ طبعا يعني احنا مثلا بعد سن الاربعين الكالسيوم مهم، الفيتامين زي مهم، في حاجات كل الواحد ما بيكبر كل ما الحاجات دي بتقل ولازم يركز ان ياخد الفيتامين بي كمان من الحاجات دي، لازم نكون ان احنا بنركز فيها ان احنا ناخدها. طيب احنا للاسف وقت الفقره خلص، فانت احنا كده خلصنا صح؟ احنا خلص. طيب ما تحطي بقى هتحطي الصوص ده مثلا هناك، الصوص نحطه هنا اوكي علشان احنا تمام. احنا للاسف خلاص بس هنشيل المعلقه. لا بجد تسلم ايدك انت خطيره يعني بصوا اهو ده دايت كده دلعنا نفسنا ودلعنا فكره بقى يا جماعه الدايت بتاع زمان ده اللي هو ما اعرفش مسلوق والكلام الفاضي ده ما بقاش موجود خلاص بجد يعني اللي زي دكتور ساره الحقيقه بجد يعني ما خلوناش عايزين حاجه. انت نورتينا وشرفتينا دكتور ساره ياسين اخصائيه التغذيه العلاجيه، انت نورتينا وبجد على لقاءات اخرى بقى ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر انا كمان بشكر حضراتكم، ويعني دايما بنبقى حريصين جدا ان احنا في فقره المطبخ نقدم حاجات صحيه وحاجات كمان تبقى سريعه كده لستات البيوت اللي قاعدين مكسلين او الناس اللي بتشتغل اللي زي حالاتي. نشوفكم على الف خير في حلقه جديده من حلقات هو هنا. باي باي.